مشاهدينا الكرام اوفياء الرياضه عبر الوطنيه الثانيه، اهلا وسهلا بكم في نهائي الكاس الممتازه التونسيه لكره القدم المصغره من ملعب جرين بارك ببني خيار. هذا الملعب الذي يحتضن حراره الاقدام اللي باش تكون بعد شويه اللعبه الشعبيه التي جلبت انظار الشباب اللي ما لقاوش فرصه لابراز فنياتهم ومهاراتهم الكرويه باحدى الجمعيات الكبرى، ليصبح المستطيل الصغير مسرح للاقدام ووجهه أبناء كل جهة لممارسة هوايتهم. اليوم الميني فوت الذي أصبح الشمعة التي تذيء تونس وتذيء العالم، خاصة من خلال هذه الرياضة اللي نجم نقولوا تونس هي كانت السباقة، وهي اللي كانت نجم نقولوا وسيلة لنشر هذه الرياضة. ملعب بني خيار كما تروا على الصورة، الجماهير حاضرة بعدد كبير برشا، والبروتوكول الصحي موجود صارم من الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة، كبار صغار نساء رجال الكل موجود لما عائلية نجم نقولوا في هذه اللعبة الشعبية. لحظات وباش نتلقى المباراة بين الاتحاد الرياضي ببني خيار وجمعية الترنجة. الاتحاد الرياضي ببني خيار هو الذي يستضيف جمعية الترنجة، وجمعية الترنجة تنعطيكم المباراة السابقة وشنو اللي صار مع ابني خيار وشكون الفاز في الكوب. حاليا زميلنا أنيس المبروكي اللي باش يكون معاه تصريحات ما قبل المباراة، ثم نمشي ونستعرض التشكيلة. أنيس عندك الكلمة. شكرا جزيلا صديقي فخري. اليوم هو يوم الفرحة، يوم الكأس الممتازة لهنا في بني خيار، هذه المعتمدية اللي كانت استقبلت ضيوفها بكل حرارة. مشكورين جدا الناس اللي ساهموا في إنجاح هذا اليوم الجميل. دوك هذا الكأس الممتازة ما بين صاحب الكأس نحكيه على ترونجا وصاحب البطولة الاتحاد الرياضي بني خير. باش نبدأ بالجامعة التونسية للميني فوتبول، ولهنا باش نستدعى رئيس الجامعة سياشر بن صالح. أهلا وسهلا. مرحبا بك. ألوغ اليوم يوم فرحة بعد مسعدين بعد الكأس، اليوم السوبر كوب. اليوم فرحتين، الفرحة الأولى هي السوبر كوب يعني من ما بين بني خيار وترونجا، مقابلة من أعلى طراز بطل تونس 3-0. الاتحاد الرياضي بني خيار قام بكل اللازم باش حضروا مثل هذه الأرضية، باش يكون عرس بيتم معنى الكلمة، وإن شاء الله في المستقبل نشوفوا ملعب مواصفات دولية في مدينة بني خيار، يعني تحقق كل التقدير. اليوم الصباح كان حجر الأساس لملعب ترونجا الدولي، كانت السيدة الشيخة ما تونس كانت وضعت حجر الأساس اليوم الملعب الدولي لترونجا، كيف كيف إن شاء الله نراو الشيء ذا في بني خيار. الحاجة الثانية اللي هي مهمة جدا وتكون متابعة دولية، هي اليوم أول مرة في التاريخ معناتها الفيديو ماتش إلكترونيك، الإجازات الرقمية، باش تفرجوا اليوم في ftmf.gov.es تشوفوا التفاصيل ستاتيستيك لحظة بلحظة. الفار باش يكون بشكل أنيق جدا يعني في اليدين، ترى حكم برشا شو اليوم، برشا استعراض قوة اليوم الحق على مستوى الدولي ونقلة نوعية على جميع المستويات. إن شاء الله اليوم بالتوفيق للفريقين إن شاء الله. شكرا جزيلا. اليوم باش نشوفوا الإلكترونيات والحداثة في الميني فوتبول، ولهنا باش نمشيو لصاحب الكأس، صاحب الكأس ونحكيو على ترونجا. بحذا يا الكابتن. يا بن سالم قائد فريق جمعية ترونجا. ألوغ كيفاش التحضيرات وخاصة بعد فوزكم بالكأس اليوم السوبر كوب، وكيفاش لهنا استقبلوكم أهالي بني خيار؟ والله يعطيهم الصحة على الاستضافة هذيا، تنظيم ما شاء الله يعني في المستوى، إن شاء الله تعدى بارتي مزيانة ونتفرجوا فيها برشا كورة إن شاء الله. إن شاء الله كل ما يرقاني. لكن باش نمشيو لصاحب البطولة بطل تونس بني خيار. أهلا وسهلا. نعرف نعرف اتباع البروتوكول الصحي لهنا يا خويا فخري. أهلا وسهلا. أهلا بيك خويا نيس، مرحبا بكم الناس كل، إن شاء الله نكونوا على حسن الاطلاعات في الاستقبال، إن شاء الله الجو يعجبكم ومرحبا بكم في أي وقت، بلا خيار بلاد الضيافة وبلاد البحر، بلاد البحر بلاد الشيخة والحمد لله. من ناحية ذي نأكد لكم ونأكد لمشاهدينا الكرام إنكم ربحتوا على خاطر على المستوى الجهوي اللي قمتوا به لهنا، يتسمى حاجة كبيرة تنجم تصير على مستوى عالمي. لكن توا احكيوا لي كرويا كيفاش التحضيرات؟ كرويا احنا محضرين ماتشونا تبارك الله، توا عندنا شهرين في الماتش ورا خوه، ماتش ورا خوه كوب شامبيونا احد دربع، نلعبوا كره الكره وخينا اللي يربح صح عليه. جمعيه ترونجا جمعيه كبيره من قبل نعرفوها،
ولي يلعب خير صح عليه، احنا عندنا وليدات صغار نحضروا فيهم وكاو. ان شاء الله ان شاء الله كل ما يرقاني ان شاء الله اللي يربع اللي يلعب القدا. وديما حاجتنا بالروح الرياضيه هي اهم فائز اليوم، ان شاء الله ربي يوفقكم. شكرا جزيلا خويا فخري. دونك بعد هذه الانترفيو خاصه مع الكابتن صاحب الكاس وصاحب البطوله، ان شاء الله باش تشوفوا عرض كروي جميل جدا، فنيات. لهنا ناكد لكم انه اغلبيه اللاعبين هما اللي باش تلقاهم ديما في الفريق الوطني، هذوما من احسن الفرق اللي موجوده لهنا في تونس. لعناها الفرجه مضمونه. ونخلي لك انت تعليق خويا الغالي. يعطيك الصحة، شكرا لي كنيسة المبروكي، كنت معنا في تصريحات ما قبل المباراة قبل ضربة البداء في نهائي الكأس الممتازة التونسية لكرة القدم المصغرة. توا نمشيو باش نكتشفوا تشكيلة الفريقين، باش نستعرضوا تشكيلة كل فريق، وباش نبداو بجمعية الترونجا الفريق الضيف اللي اليوم ينزل لبني خيار مع بعض من الجماهير نتاعو اللي باش تساندوا كما تروا على الصورة، يعني بعض من الجماهير اللي حاضرة في ملعب جرين بارك ببني خيار. كما قلت لكم نساء رجال كبار صغار، كما تروا حتى البافيت موجودة، وهذه يعني نحبوا عليها سلامة بطبيعة الجمهور وسلامة صغيراتنا والكبار قبل كل شيء. كما قلنا بالنسبة لتشكيلة جمعية الترونجا في الكاج، مهدي القلعي مع إيهاب بن سالم كابيتان والفريق، عزيز نصري مع شقيقه عمر نصري، ناظم بالحاج، خالد بن عمار، حلمي النغموشي، محمد العبيدي، مهدي بن شريفة، حمزة بن شريفة، زوزة ذوما زيد أخوات مهدي وحمزة، أسرف سويح، وليد بوشريحة حارس مرمى ثاني، المدرب هو وجيه بوغرارة، هو التكتيك الخريطة الفنية. بالنسبة لتشكيلة الاتحاد الرياضي ببني خيار، محمد إيهاب الجابري في الكاش مع وسيم الحديق، سليم حويسة، مهدي قدينا، عبد اللطيف فراس، عرفات الأحمر، أحمد بالطيب، محمد اسكندر أبو سليمة، فخر الدين قلبي. فخر الدين قلبي نجم نقوله خاصة اللي يعرفوا البطولة، بطولة الرابطة المحترفة الأولى، يعرفوا لسه ماذا اللي يلعب في المسير وبرشا جمعيات وصل حتى لعب في الخليج، منذر رويس وموسى ولقمي، يوسف بن ثابت، محمد التيبي، أحمد الجندوبي، وسيف القتيتي. وبالنسبة للمدرب هو أسامة الطيفي، أول مدرب عفوا وليد فني. لحظات باش تنطلق هذه المواجهة الكروية، كما قلنا الميني فوت اللي أصبحت عنده شعبية كبيرة في تونس وفي خارج تونس. قبل ذلك أو نقدموا سيد شكري علوي اللي رافقني في التحليل الفني، مدرب جمعية حي الشاكر ببرج التوي. كيفاش ترى ماتش اليوم خاصة بين زوز جمعيات اللي نجم نقولوا عندهم طبع خاص في هذه الرياضة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم. اليوم معناتها باش نشاهدوا مباراة ثانية ما بين جمعية ترونجا واتحاد بني خيار، يتسمى معناتها سوبر كوب، هزت الشامبيونا بني خيار. وفي النهائي الكأس زادة كانت مباراة شيقة في المساعدين ما بين ترونجا وبني خيار. دونك زوج جمعيات يعرفوا بعضهم، مستانسين ببعضهم، فيهم برشا لاعبين دوليين يعرفوا بعضهم زادة. باش نشاهدوا مباراة معناتها كرويا ممتازة جدا، تكتيكيا كيف كيف، من خيرت موجودة في على الساحة الوطنية، أحسن زوج جمعيات في تونس، في الوطن القبلي وفي الوطن القبلي وفي تونس. ان شاء الله نتابع مباراة تليق بكرة القدم المصغرة في تونس ونجاحات اللي وصلت لها ان شاء الله. باش نعطي طاقم التحكيم شكري ونحب نربط معاك باش احكي لي على الفار في هذه المباراة. نمشيو للطاقم المباراة، الياس شقرون حكم اول، مع معتز المزابي حكم ثاني، حكم ثالث عدنان كشروت، حكم رابع محمد فارس القوي، ومعه بلال السيلي. تقنية الفار ستكون حاضرة في هذه المباراة. صحيح، تقنية الفار بطريقة جديدة وطريقة نعتبروها عالمية، انه في المساعدين طبقنا طريقة الفار المعتمد بها في كرة القدم 11 اللاعب. اليوم تقنية الفار باش تكون سريعة أكثر على تطبيق ما يقول اللي هي تعتبر الأولى في العالم، في العالم وفي إفريقيا وفي الوطن العربي. انطلاق المشروع هذه اللي معناتها تطبيق ما يقول منذ سنة 2018 بشراكة من طرف الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة وممثلها السيد أشرف بن صالح ورئيس الجامعة وكذلك شركة إسبانية. التطبيق هذا يحتوي على إجازات إلكترونية معناتها نلقاوه موجودين، معناتها تسهل عملية
كيف نقولوا احنا الفيريفيكاسيون تاع لي زاربيتراج احصائيات ومعناتها وفنيات اللاعبين نلقوه معناتها حاضرين في الوقت كيف كيف نلقاو طريقه الفار انها كي نشوفوا معناتها لي زاربيتراج نلقاو عندهم في يدهم كيما التابلات يدويه معناتها ديريكت باش نفهموا. سامحني شكري نحكيو حتى الجمهور اللي باش يتابعنا عبر الشاشه عبر الوطنيه الثانيه راهو ساعات يخزر مش يخزر الوقت صحيح. يخزر للفار يخزر للفار انه الفار معناتها طريقه جديده معناتها موجوده توا مش نطبقوها اللي هو الاولى في العالم انه عنده تابلات في يده معناتها تصير اكسيون يثبت فيها من غير ما يقعد يرجع ويثبت في الفار ديريكت بالابليكاسيون يشوف اسكو ما اسكو كفرا اسكو بونتو ولا الابليكاسيون ذي زاد يعني فيها سامحني شكري من غير ما يقعد يمشي للشاشه ويقعد لا ديريكت في الوقت معناتها تذبح الوقت ما تضيعش برشا وقت اون بليس نعرفوا اللي الميني فوت فيه 25 دقيقه دونك معناتها يلزم اللعبه ديما مزروبه ينجم زاد معناتها نقولوا حتى الحكم الثالث يبدا البرا هو اللي يتفرج ديريكت اون لين معناتها في الابليكاسيون هذيك يبدا يتفرج ديريكت ياخذ الديسيزيون هو كيف الابليكاسيون هذه فيها تكتيك لكل الفريق تلقاه حاضر في الوقت ترتيب الهدفين فريق الاسبوع يخرج في الابليكاسيون هذه دونك هذه نقله نوعيه موجوده تو معناتها في رياضه الميني فوت نشكروا الجامعه ونشكروا معناتها الساهرين على الابليكاسيون هذه وان شاء الله تنفع منها الجمعيه الكل. شكرا لك يعطيك الصحة شكرا. نرجع نحكيو زاد على بعض يعني من التقنيات الجديدة في الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة كما تراو على الصورة حاليا طاقم تحكيم المباراة موجود في المستطيل الصغير أمور تنظيمية كما تشاهدوا فيهم شنو يحكي زعما إلياس شقرونة مع معتز المزابي كل واحد باش يشد شيرة كل واحد باش يشد نجم وقولوا زاوية حاول يركز على تكون رؤية واضحة خاصة ونعرفوا المباريات هذه مباريات يتخمروا الملاعبية ونعرفوا الفرصة حتى في بعض الأحيان الخطأ يكون بالحكم عن غير قصد شكري صحيح النجم يكون عن غير قصد مي فما حكم اول حكم ثاني حكم ثالث وفما مورا زوز مراقبين مورا مباراة معناتها نجموا في صورة غلطة معناتها تصير نجموا هم يصلحوا كما صار معناتها في برشا مباريات سابقة صار معناتها التصليح من الحكم والحكم مش معصوم الخطأ معناتها. نعم تشاهدوا على الصورة مدرب بني خيار وليد فنية يعدل الامور الفنية قبل ضربة البداية الالوان الزرقاء ستكون مشاهدينا الكرام اوفياء الوطنية الثانية للاتحاد الرياضي بني خيار كما تراو في المدرب يعني كل مدرب يحاول يلاحظ حتى الملاعبيه شكون الغاب شكون ما غابش. باش نعطي زاده ملاحظه فما غيابات مع جمعيه ترونجا غياب الحارس الدولي راشد المجري بسبب العقوبه التاديبيه وكذلك غياب اللاعب ايوب بوحجبه باش يكون نوعا ما عندهم تاثيراتهم خاصه حارس المرمى ونعرفوا دور حراس المرمى في الميني فوت دقيقه زوز فرص عادي جدا صحيح سيرتو معناتها راشد عنده وزن كبير برشا في جمعيه ترونجا معروف الحارس الهداف كنجم نقولوا مركه في الدمي فينال معناتها صاحب 6 اهداف الموسم هذا الا غالب معناتها العقوبه وصلت عليه 6 مباريات حرمته باش يكون معناتها غايب في الفينال اليوم في فينال السابق اما ثم اكتشاف صار انه مهدي القلعي انا بالنسبه لي انا كمدرب مستقبل الحراس في كره القدم المصغره في تونس مهدي القلعي صاحب 21 سنه اصغر لاعب في جمعيه ترونجا. نعم وراو ساعات حتى الملاحظه توصل كيبدا شاب من شاب لشاب اكثر حتى في بعض الاحيان حتى مع احترام يعني للاعمار ما فماش حتى مشكل نعرفوا الخبره توصل حتى الملاحظه فيصع شكرا. صحيح انه سيرتو معناتها هما زوز يخدموا مع بعضهم عندهم عام كامل يمكن اكتسب خبره من قاعد على البنك اكتسب خبره لعب برشا ماتشوات صعاب في السوبر بلاي اوف مهدي انا نعتبره حارس ممتاز 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 وهو كان ليه دور كبير في نهائي الكاس في المساعدين انه هو اعتبروها رجل المباراه. نعم كما قلنا الميني فوت اللي اصبح نجم نقولوا سفير لتونس ودليل على ذلك رياض حمديه اللي هو كان مدرب جمعيه ترونجا في هذه المباراه يحضر كمدير فني لكن يقود المنتخب المصري للميني فوت يعني حتى في الميني فوت مشاهدينا اصبح الاحتراف يعني حاجه عاديه جدا بين المدربين وبين الملاعبيه ونعرفوا لؤي بالحاج لعب نادي حمام الانف لعب الهمامه اللي بدا من اللعبه هذه الشعبيه وفي بعض الاحيان كما جاتش الفرصه واحترف تمشي اكتشاف احترف في بعد معناتها الدوري الامريكي احترف بعد البطوله العالم اللي صارت في نابل. نعم شكرا باش نتابعوا البروتوكول ما قبل المباراه كما تراو يعني كل فريق في زاويه بالنسبه لجمعيه ترونجا نعاود نذكركم بالاورانجي مشاهدينا وكذلك فريق الاتحاد الرياضي بابن خيار الالوان الزرقاء ستكون في هذه المباراه وطاقم التحكيم كما تراو الامور التنظيميه قبل الانطلاق كاس
كما تشاهدوا فيها الممتازة التونسية لكرة القدم المصغرة، شكون اللي باش يكشف رموز سرية للوصول للشباك وفك الانتصار والعودة؟ نجم نقولوا هل ستكون لجمعية ترونجة بهذه الكأس أو يكون أصحاب الديار هما الأجدر بالفوز بهذه الكأس؟ كما قلنا جمعية ترونجة كانت لعبت يعني مباراة كوب كونتر بني خيار في ملعب محايد، ربحت 2 بلاش. اليوم بني خيار تقول لك نحاول نرد الاعتبار حتى للجماهير الحاضرة كما تشاهدوا فيه، يعني كنا صحيح أنه اليوم بلغة الكرة بلغتنا احنا نسموه الريفانش. اليوم معناتها اللعبة في بني خيار بما أنه هو حامل البطولة، دونك السوبر كوب يتلعب في صاحب حامل اللقب. جوج جمعيات كما قلت لك معناتها حاضرين كما تشاهدوا على الصورة، دخول الفريقين إلى أرضية الميدان إلى أرضية جرين بارك بابن خيار الذي سيحتضن هذه المواجهة على طريقة الرياضة العالمية كما تشاهدوا مع أبنائهم أبناء الأكاديمية، وهذه يعني باش تكون عندها لمسة كبيرة برشا معنوية خاصة وقت يكون نقل تلفزي كما هكا يعني ويرجع حتى يتفرج في المباراة ينجم يطلع حتى ملاعب كبير من جهة كما هكا. صحيح، وتوا مشروع جديد اللي موجود في الجامعة أنه باش تكون موجودة أكاديميات في كل الجمعيات في اللي تنطوي تحت الجامعة، أنه مش يعطيهم لكور باش تكون عندهم ديز أكاديمية باسم الجمعية هذيك كما تشاهدوا. سامحني شكري ها وتراوي الفار هذيك اللي حكينا عليها على الفار اليدوي. الفار اليدوي هذيك الابلكاسيون موجوده ونجموا حتى انت في الدار تنجم تحل وتتفرج ديريكت، معناتها حتى تو اللايف معناتها الموجود في الوطنيه 2 هو نفسه موجود عند الاربيتر، نجم اي متابع للمباراه معناتها يحل الابلكاسيون ماي جول ويتفرج ديريكت، يعني الحكم ينجم يقيم روحه بنفسه في خاطر الفار هذا زاد يعطيك تقييم للحكم، يعطيك تقييم للحكم ستاتستيك اونلاين كل شيء معناتها، يعني سيد الحكم الانتباه ولا غير الانتباه في هذه المباراه خاصه مع العولمه الالكترونيه التي أحدثها عالم المينيفوت عالم المستديرة الصغيرة بما أنه مستطيل صغير وليس كبير مثل ما تعودنا في الرابطة المحترفة الأولى. التكريم كما تراو على الصورة السيد حمدي الخياري كما تراو يعني في السيد كمال معلول تكريم يعني كما تراو تبادل الأقمصة يعني مراو الحاجة قبل المباراة يعني كورة صحيح للكورة لكن العلاقات طيبة تقع طيبة ما بين جمعية الكل وهذا اللي نربحوه من كرة القدم وهذا معناتها برشا علاقات كبيرة من الشمال للجنوب إن شاء الله. نعم كيما ترى حتى في التحية. التحية هذاك بروتوكول بروتوكول هذاك معتبر فيها دوليا تو. نعم بالابتسامة اللي على وجوه الحكام كيما كنتوا تشاهدوا فيها البروتوكول الصحي خاصة مع أزمة كورونا، إن شاء الله ربي يسر بلادنا وإن شاء الله كيما الراح خاصة في الصور الجماهير اللي حاضرة هنا في ملعب جرين بارك، إن شاء الله الراح في الرابطة المحترفة الأولى ونعرفوا تأثيرها على الملعبية ونعرفوا خاصة دورها الكبير في تحرير أقدام الملعبية. إن شاء الله يعني إن شاء الله يجي يعني الفرصة لتعود كرة القدم التونسية من جديد مع جماهيرها خاصة مع مرور أزمة كورونا. يمكن توا معناتها باش نعملوا دقيقة صمت ترحما على اللاعب الكبير الله يرحمه إن شاء الله ما فيها الجنة. محمد العقربي معناتها اللاعب الكبير اللي بشكور مشاهدينا الكرام يعطيك الصحة المشاهدة الملاحظة شكري. دقيقة صمت تسبق ضربة المباراة ترحما على روح الفريق حمادي ساحر الكرة محمد العقربي. يرجعوا لجوار سلالي مازال ما بديناش دقيقة صمت في انتظار دقيقة الصمت. أمور تنظيمية باش تكون الجمهور وزاد الملاعبية اللي باش يقفوا دقيقة صمت ترحما على أسطورة كرة القدم التونسية السيد حمادي العقربي إن شاء الله ربي يرحمه وينعم. كما قلنا لحظات مشاهدينا الكرام وباش ننطلق هذه المواجهه بين الاتحاد الرياضي
ببني خيار وجمعية ترونجا. جمعية ترونجا كما قلت يعني فازت بكأس كرة القدم المصغرة. ونذكركم زي المشاهدين الكرام أول ماتش لعبته مع الجمعية الرياضية بالمنصورة ربحت 4-2، لعبت في الدورة الثمانية مع جمعية حي شاكر 5-3 تربح ثم تفوز 4-2 على الشباب الرياضي بالبوكري، ثم تفوز في تلقي صعب لسبيتلا تفوز على المستقبل الرياضي بسبيتلا 4-1. والدور النهائي لكأس تونس كان جماعة يعني مع الفريق هذا الاتحاد الرياضي بابن خيار فاز عليه 2-0. هل سيواصل فريق جمعية ترونجا هذا الفريق الكبير الذي تأسس 2016 مسيرته الوردية خاصة بعد الانتصار بكأس، أو سيكون اليوم هناك رد اعتبار من فريق الاتحاد الرياضي بابن خيار ويفوز بهذه الكأس الممتازة؟ لكل من التحقوا بنا الآن في المتابعة نذكركم أن المباراة هذه دور في إطار نهائي الكأس الممتازة التونسية لكرة القدم المصغرة اللي بشكون بالاتحاد الرياضي بن خيار وجمعية ترونجا. طولت شوية الانطلاقة، لكن أو نستغلوها زاد نستثمر زاد الوقت في ملاحظات الملاعبين اللي راوهم نقطة قوة ترونجا شكري، خاصة وانت تعرف الملاعبين اللي راوهم نقطة قوة ترونجا هي قوة نقطة ترونجا هي في المجموعة ككل. صحيح عندهم لاعبين دوليين خالد بن عمار على غرار معناتها إيهاب بن سالم الكابيتان وعزيز نصري عمر نصري راشد زاد الغايب الحارس كيف كيف زاد حتى بن خيار معناتها عنده جوالات موجودين في المنتخب على غرار معناتها الحارس محمد إيهاب جبري. دونك القوة ترونجا موجودة في الكيب الكل معناتها في الجروب كاملة معناتها، وكيف كيف زاد حتى معناتها بن خيار عندها ستيل دو جو معين به انا تلعب تكتيك 2-1-2. ترونجا تلعب معناتها التكتيك نتاعها يتبدل في كل سيتياسيون، تلعب 2-1-2-2-3-3-2-3-1-1. هذيك قوه زوج جمعيات وان شاء الله نشاهدوا مباراه معناتها تليق بسمع زوج الجمعيات هذوما. نعم، مدة كل شوط ستكون 25 دقيقة 6 كونتر 6. شكون اللي باش يكشف الطرقات المؤدية لكل مرمى؟ هذا اللي باش نعرفوه خاصة وأنه لحظات وباش ننطلق هذه المواجهة بين بن خيار والترونجا. مباراة ستكون كبيرة للفريقين خاصة وأنه مع الجماهير الحاضرة هنا باش تولعها بالأهازيج، باش تولعها بالصيحات التي ستحرر أقدام الملاعبية وممكن يعني تعطي حرارة أقدام خاصة خاصة لمتابعينا عبر الوطنية الثانية تقنية الفار. ونذكركم الحكم إلياس شقرون مع معتز المزابي، عدنان كشرود، محمد فارس القوي، بلال السيلي. لحظات باش تلقى المباراة بين الزوز الجمعيات كما قلنا من أجل الفوز بهذه الكأس الممتازة لكرة القدم المصغرة. المين يفوت الأجواء هذه أنا شخصيا ذكرني بكأس العالم اللي احتضن ماهوش بعيد برشا، نابل على ابن خيار قريبة، عاصمة الفخار احتضنت منتخبات عالمية، عمالقة اللعبة على غرار فرنسا، منتخب التشيك، المكسيك، كرواتيا، روسيا، كازاخستان اللي هي معروفة عندها ستيل دو جو هذاك معناتها الناس كل تحب تلعب عليه اللي هو التغيير نتاع اللاعبين 5 على 5 معناتها يبداو على طريقة كرة اليد. شوف كرة اليد معناتها هما هذه ما ريتهاش أنا بصراحة مع عندهم طريقة جديدة. لا مش تشوفها اليوم صلى في ترونجا خاطر يطبقوا فيها الطريقة هذه، أنه عندهم طريقة معينة يلعبوا بثمانية دقائق لعب يخرجوا 5 يدخلوا 5 نفس الستيل دو جو نفس الريتم. إن شاء الله نوصلوا نشوفوها في الجامعات الكل في الميني فوت. نعم، ننتظر صفرة الحكم، ننتظر ضربة البداية والأمور التنظيمية كما قلنا تسبق المباراة البروتوكول الصحي خاصة للجماهير اللي باش يكون عندها أكلة، باش يكون عندها نجم نقولوا تكون عندها البصمة الخاصة بها وترسم الابتسامة. تنطلق ضربة البداية وكورة لفريق جمعية الترونجا، بعد كورة على اليسار والموجود زميله عمر نصري، ترجع كورة من جديد حلمي النغموشي، التبادل الكرة اللاعب القاعدين شادوا فيها عزيز نصري وهو حركي خاصة تعودنا بها مع المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة خاصة في كأس إفريقيا. ما زالت الكرات أرضية لفريق جمعية الترونجا، كرات قصيرة عزيز نصري، نصري باس قصير على اليمين مع حلمي النغموشي. نعطيكم الساعة 6 اللي يلعبوا إيهاب بن سالم وعنا عزيز النصري، نزيدوهم نادم بالحاج ومحمد العبيدي ومهدي بن شريفة، هذوما الستة
ومعهم خالد بن عمار، الست اللي يلعبوا اساسيين، وخاصه ما نجموش نقولوا اساسيين. شكري خاصه والراوي يعني التغييرات ديما صحيح في القانون الميني فوت ما فماش لاعب اساسي ولا لاعب معناتها احتياطي، ما تنجم في لحظه غايكور اختير نتابعوها تمشي رمي التماس صحيح. معناتها في كما قلت لك في قانون معناتها الميني فوت ما فماش لاعب اساسي ولاعب احتياطي، كيف نجم يلعب دقيقه ويخرج ويهبط معناتها لاعب احتياطي يلعب ماتش كامل. انت وستيل دو جو انت واللعبه الموجوده معناتها هي اللي تحكم فيك اللعبه مش انت تحكم فيها. نعم بالنسبه لمدرب الاتحاد الرياضي بني خيار وليد فنيه يعول على التشكيله الفنيه التاليه كبدايه: محمد هيبه الجابري في كاج، عبد اللطيف فراس، عرفات الاحمر، محمد اسكندر بوسليمه، وفخر الدين قلبي لعب الخبره. كره ما زالت لفريق بني خيار قريب يبحث على التسديد، يبدل على اليمين في اتجاه فخر الدين قلبي، ما توصلش لفخر الدين قلبي، تعودنا به في المستطير الكبير فخر الدين قلبي، خاصه يمتاز بالسرعه ويمتاز بالمهارات الفنيه، او اصبح الميني فوت وجهه زاده حتى في تونس. برشا لاعبين برشا لاعبين مش نشوفوهم ان شاء الله حتى توكي باش يرجع ديفيزيون 2 معناتها عن قريب لنهار 6 نرجعوا للبطوله نتاعنا بطوله الاياب. نلقاو ثم ثلاثة جوارات في كانوا يلعبوا من عاتها في جمعيات كبيرة برشا في تونس، باش نلقاوهم في الميني فوت إن شاء الله. مفاجأة هذه باش تصير في إدارة الميني فوت أنه تستقطب اللاعبين اللي ما يلقاوش حظهم ولا اللي كملوا كاريرهم معناتها تحب تذكر لك الأسامي. محمد الجديد تعودنا به قبل مع النجم مع ترجي الاتحاد المنسيري عمناول ولد عمناول زاد كان يلعب صحيح كان يلعب زاد شو اسمه نتاع صفاقس يلعب في عقارب عصام المرديس. مازال عصام المرديس شكرا سيد الحكم اللي رافقنا على طاولة التعليق. تفضل كيف كيف باش نلقاو في ديفيزيون 2 ثم ثلاثة لاعبين، ثم لاعب معناتها لعب في الترجي الرياضي التونسي، لعب في النجم الساحلي، ثم لاعب زاد لعب في النادي الافريقي واحترف في البرا، باش تلقاو مع جمعية حي شاكر جمعية العوينة كيف كيف معناتها جابت زوز لاعبين لسعد بن سيسي وحاتم البجاوي معناتها غنيين على التعريف. نعم ان شاء الله سلامات للاعب بني خيار في التدخل الاخير اللي كنتوا تشاهدوا فيه تدخل كان على اللاعب هاي على الصوره. شكرا لاملونا في الصوره المخرج المباراه سمير العجيمي. تدخل كان من عرفات الاحمر، ضربه مخالفه تلعب في المحطه الدفاعيه تمشي على اليمين من محمد اسكندر بوسليمه، تمشي رميه تماس. ثلاثة دقائق في هذه الانطلاقة، دائما النتيجة ما زالت بيضاء. أنا شخصيا نتصور فيها برشا أهداف خاصة ونجم نقولوا كلاسيكو الهدف الأول كما قلت برشا أهداف. فخر الدين قلبي يفرح قلوب الجماهير الحاضرة في بني خيار بهدف ممتاز، لمسة قصيرة يحطها على يسار حارس المرمى نادي القلعة ما يلقاش حتى حال. هدف الفريق فخر الدين قلبي في البطولة ب 16 هدف، واليوم هذا الهدف رقم 17. نذكر زاد في النهائي ضد الحمامات نهائي البطوله سجل ثلاثه هاي الاعاده للكره الاخيره وامضه هجوميه كره قصيره ما يتفلسفش فخر الدين، وهذه الخبره يضرب كره بساقه باس ماهيش قويه في شكل نجم نقولوا تمريره تمشي للشبكه واحده بلاش كره على اليمين لفريق جمعيه ترنجة. اللاعب الحركي للفريق حلمي النغموشي تفتك الكره ترجع فخر الدين قلبي يفكيلو يرجع على مبدا السلام ولمين اخر يرجع كره حرس المرمى مهدي القلعي يعطي باس قصير مع زميله رقم 15 ياخذ الكره وهو ايهاب بن سالم الكابيتانو يسدد كره تمشي مرت سلامات. بدات المباراه تتولع هجمه بهجمه خاصه وانه سجل يعني فريق بني خيار كره باش تلعب برميه تميز كما تراو على الحكم ينبه عليه يقول له خذ وقتك مازال برشا وقت وتلعب الكره من مكانها. هاي الصوره والاعاده مشاهدينا الكرام شاع اللي صار يسدد كره ممتاز في اللمسه الاخيره لاعب ترونجا بن سالم كره تتلعب وترجع من جديد لفريق الاتحاد الرياضي بني خيار برمية تماس في مناطقه. ما زالت نوعا ما الماكينة الهجومية لفريق ترنجة ما دخلتش في المباراة رغم أنه يعني ما تهز فرص صحيح. توا خمسة دقائق لعب ما زال لونتام دو جو قراءة معناتها المنافس ترنجة يمكن باغتت بالهدف أما معناتها الميني فوت راه تنجم في دقيقة دقيقتين تسجل هدف تسجل اثنين، هذيك قوة الميني فوت وهذيك كرة الميني فوت. نعم كرة ما زالت لفريق جمعية ترنجة في المحطة الخلفية عند المدافع الفريق حمزة بن شريفة، ثم ما زالت عنده كرة يحاول باش يمر قدامه فخر الدين قلبي يمر ممتاز في اللقطة الأخيرة أو باش يبحث على التسديد رقم 15 بالنسبة لفريق جمعية ترنجة. مهدي بن شريفة تفتك الكرة وترجع من جديد دائما الكرة لفريق بني خيار تسديد تمشي كرة سلامات على المحطة الدفاعية لفريق
جمعية ترنجة يقبل اللعب حاليا، قاعد يقبل في الهجمات، وهي كرة رمية تميز دائما لفريق ابن خيار متفوق، واحد بليش كان عن طريق فخر الدين قلبي، أو عنده كورة يحاول باش يوزع كورة لكن تمشي خارج الميدان، والحكم شنو يقول؟ يقول ضربت ركنية على يسار حارس المرمى مادي القلعة. يا الإعادة مشاهدينا الكرام، فخر الدين قلبي يحاول باش يوزع كورة لكن مست في الكابيتانو إيب بن سالم، باش ترجع كورة ركنية بالتوزيع أرضية تسديد تمشي بجانب القائم الأيسر حارس مرمى مهدي القلعة، وكأنه يعني بفريق ابن خيار يحب ياخذ بايو من الأول بلغة الكرة، يحب ياخذ بايو من الأول، معناتها هذه هجمة معاكسة. الحمد لله التسديد والكرة يرجع حارس المرمى، ممتاز التدخل من محمد هيب الجبري، أول تصدي في هذه المباراة بالنسبة لفرص جمعية ترنجة، أخطر فرصة نجم نقوله. نذكركم أنه اليوم تم إعطاء إشارة انطلاق أشغال الملعب الدولي بباب عسل بحضور شيخة مدينة تونس ورئيس الكونفدرالية الإفريقية وجمعية توسيع لكرة القدم الصغر السيد أشرف بن صالحة ولائي المدير لجمعية ترنجة الرياضية صاحبة هذا المشروع. يعني جمعية ترنجة أنت اليوم عندك ملعب تم يعني الانطلاق إشارة الانطلاق في الأشغال نتاعو، زاد يلعب من اجل العوده بفرحه يعني للجماهير وابناء باب الخضره. صحيح، راهو فما شكون ما يعرفوش ترنجه، ترنجه اللي هي باب الخضره تونس العاصمه، الخضره المتويه معناتها المتويه المتاوى. اكثر حاجه معناتها انه اي جمعيه تفرح لك يبدا عندها ملعب معناتها نتاعها، معناتها برشا شارج ينقص عليها ماديا نحكيو، خاطر كره قدم راهو معناتها الماده تكون اكثر حاجه لازم تكون موجوده. مبروك لجمعيه ترنجه بالملعب هذايا، وزاد راهو فما ملاحظه انه الملعب هذايا باش يتم استغلاله من طرف جمعيه ترنجه ومن طرف شباب العاصمه اللي هما زاد كيف معناتها يلعبوا في القسم الثاني وينشطوا في العاصمه، معناتها نفس معناتها كيف نقولوا احنا نفس الحومه. سي بيان حاجه باهية، وهي كرة باش تمشي برمية تماس لفريق جمعية ترنجة بشوية التنفيذ. ابن سالم توصل الكرة إلى نصري، عزيز نصري لكن حاضر صامد دفاع بني خيار في هذه المباراة في هذه الانطلاقة، سبعة دقائق في هذه المواجهة، وكرة ما زالت لحلمي النغموشي، باس قصير مع زميله نصري عزيز، ثم كرة تمشي في اتجاه الجهة أو وسط الميدان رقم 10 محمد العبيدي، كرات قصيرة لفريق جمعية ترنجة يحاول باش يخرج من العبيد ابن خيار، خاصة ونراه في التكات الدفاعي لابن خيار وقت تبدأ الهجمة لجمعية ترنجة. بعد تسجيل الهدف ابن خيار ولات تعتمد البلوك با، أنه عنده ثلاثة جوارات، معناتها زوج جوارات فيكس التالي معناتها ما يتحركوش، ومعناتها قطعة 2-2-1 وفي تبدا الكرة عنده يرجع 2-3 وطيحت البلوك شوية، معناتها هذيك حفاظا على النتيجة وكيف كيف الكوبيراسيون تاع البدن. نعم كما تراو هاي الإعادة مشاهدينا الكرام، فخر الدين قلبي كما جات الكرة حب يباغت حرس المرمى تمشي فوق المرمى، ترجع كرة لأبناء جمعية ترنجة، كرات أرضية لحرس المرمى مهدي القلعة، الحكم يقول يرجع للمخالفة اللي كانت ارتكبت على اللاعب أشرف السويح باش تلعب من مكانها الكرة لفريق جمعية ترنجة بين ابن سالم، يبدل الكرة على الجهة اليمين توصل إلى زميله نصري عزيز، ثم يحاول على الجهة اليسار تمرية قصيرة في مرة أولى مع أشرف السويح، ثم ترجع كرة ما زالت في المحطة الدفاعية كابيتانو، هاي اختير الكرة لكن تفتك في مرة أولى ثم في مرة ثانية التسديد، لكن ستار نجم نقولوا حديدي بالنسبة لابن خيار يخير الاستماتة في مناطقه، خاصة مع السرعة نتاع مهاجمي فريق جمعية ترنجة، جمعية ترنجة اللي عندها 8 هزائم مشاهدينا في 4 مواسم في 86 مقابلة رسمية و6 تعادلات و72 انتصار، يعني فريق اللي نجم نقولوا فريق ربح ربح لحظة توا هوني في معناتها في ظل انه جمعية ابن خيار انها ولات تلعب في البلوك با، تبدلت التركيبة نتاع جمعية ترنجة ولات تلعب على جناب، انه عزيز نصري وحلمي نغموشي ولاو يجدوا على جناب، ولات اللعبة معناتها نقولوا لعبة لاترال 2-3 ولات اللعبة. نعم حلمي نغموشي يلبش يتولد تنفيذ الكرة تضرب في الجدار وترجع برمية تماس يسرع النغموشي يرجع بها إلى الزميل وكابيتان وهيب بن سالم، ما تخرجش الكرة رمية تماس سبقة لابن خيار، اختير الكرة اختير الكرة اختير الكرة اختير الكرة تمشي لحارس المرمى، سبقها شوية مهاجم الاتحاد الرياضي بابن خيار وترجع كرة بناء الهجمة لأبناء جمعية ترنجة وتمشي كرة رمية تماس، الحكم يلزمك تفخر شوية سيد الحكم في الهجمة الأخيرة نجم نقولوا كان أمام، شكرا
على الإعادة. هي الإعادة مشاهدينا الكرام، تمشي الكرة لحارس المرمى ثم تتبنيها على الجهة اليسار وترجع برمية التميس باش تلعب لفريق الاتحاد الرياضي بابن خيار بالرأس من حلمي نغموشي، ثم كرة تبقى دائما لصالح الجمعية ترنجة كما جيت يحاول يوزع على الجهة اليمنى، لكن يرجع الحكم التغييرات بدات وبدات الامور التكتيكيه الفنيه لكل تكتيك للخريطه الفنيه. شكرا. صحيح تو بشوف التغييرات، نشوف في عمر نصري واشرف السويح المزوز لاعبين معروفين حركيين برشا في وسط الميدان اللي هما باش يركز عليهم المدرب وجيه بغراره، باش تتبدل تو الصيغه نتاع التشكيله نتاعه والتركيبه نتاع، باش تتبدل تو التركيبه باش يرجع يلعب 1-2-2. نعم، ونعود نذكركم عزيز نصري عمر نصري اخوين يلعبوا يعني في المنتخب. نعم، هل سيكون التفاهم داخل المستطير الصغير او لا؟ هذا اللي باش نكتشفوه. وهي كره تفتك وترجع، لكن قبل ذلك الحكم يقول باش ترجع بمخالفه. ان شاء الله سلامات للاعب فريق الاتحاد الرياضي بمخيار تشاهدوا فيه على الصوره عرفات الاحمر. هاي الاعاده مشاهدينا الكرام، والتدخل كان من اللاعب عزيز نصري، يرتكب العفوه وترجع كره بمخالفه في وسط الميدان. هل يستطيع فريق جمعية ترنجة فك الرمز السري للمحطة الدفاعية لابن خيار؟ هذا اللي باش نعرفوه في قادم الدقائق. وصلنا 12 دقيقة من عمر هذه المباراة وهذا الشوط الأول، ونذكركم 25 دقيقة مش 45 دقيقة في هذه اللعبة الشعبية. أصدقائي المشاهدين، باش ترجع كرة بمخالفة، باش يولي تنفيذ الكرة كما تشاهدوا فيه على الصورة رقم 21 محمد التبيني، يرجع لحارس مرمى محمد ياب الجابري، كرات عرضيه ثم ترجع لحارس المرمى محمد ياب الجابري من جديد، يحاول يقرا الميدان زعما وين يوزع الكره، زعما يعطي تمريره قصيره. ربح وقت زاد، ربح وقت داخله في اللعبه، داخله في اللعبه انه يربح وقت باش يقدم تو بالكره. نشوفوا انه جمعيه ترنجة معناتها طيحت البلوك شويه، ولات تو مركاج انديفيدويال، اللعبه ولات تو مركاج معناتها كل واحد يحصر واحد، الكرة تقعد عند الحارس يربح بها وقت ويرتاح اصحابه. نعم، وهي تتوزع الكرة ترجع لفريق جمعية ترنجة، اختير الكرة تفتك وترجع سريعة دائما الفريق الضيف اشرف السويح، يعطي كرة إلى زميله عمر نصري، نصري ثم عزيز نصري الأخوة من الوسط لليمين، يحاول باش يمر عزيز نصري، مر اختير قريبة من الكاج لكن تمشي الكرة، الحكم شو يقول؟ خطأ مرتكب على اللاعب أشرف السويح، يتحصل على ضربة المخالفة. هاي الإعادة مشاهدي الكرام، يحاول يمرر توصل للسويح، شنو يعمل السويح؟ يدور يحب يشوط بساكو اليسار لكن يقول له محمد اسكندر بسلامة شنو نعمل لهنا؟ حاذر للتدخلات لافتكاك الكرة. مخالفة أقرب فرصة نجم نقولوا حاليا منذ انطلاقة المباراة. صحيح، مخالفة، المخالفات في كرة قدم مصغرة معناتها تنجم في لحظة تكون معناتها ديك تكون هدف، ومعروف تو عزيز نصري عمر نصر معروف بالتسديدات. نعم، بشوية تنفيذ الكرة، عمر نصري تضرب في الجدار وتمشي كرة إلى ضربة ركنية. إن شاء الله سلامات لمدافع فريق بني خيار، يبدو لي لاعب رقم 21 أحمد الجندوبي. هذه الإعادة مشاهدينا الكرام، تسديد الكرة أرضي، تضرب الكرة في لاعب رقم 21 لفريق بني خيار وهو أحمد الجندوبي، يقوم سلاماته باش ترجع كرة برمية جانبية تتلعب في اتجاه عمر نصري، يحاول باش يمر تفتك الكره ثم ترجع مازالت للفريق الضيف دائما هذه الفرصه. حمزه بن شريفه باس قصيره مع زميله عمر نصري، وكره تمشي كما جات خارج الاطار بعيده على الكاج وبعيده على مرمى. شوف 15 دقيقه لعب، شفنا فيها برشا كره، شفنا فيها برشا تغيير معناتها في ستيل دو جو اللي صار في من بدايه المباراه. معناتها مازالت اللعبه، مازلنا ما شفناش برشا كوره، ان شاء الله ان شاء الله في الشوط الثاني نشوفوا معناتها الكوره اكثر من هكا ان شاء الله. نعم، نعاود نذكركم انه تقنيه الفار في حاضره في هذه المباراه، الجمعيه التونسيه لكره القدم المصغره بادر النجم نقولوا اللي هي الاولى في العالم وفي هذه اللعبه وفي هذا المستطيل الصغير، تونس السابقه في هذه اللعبه. تمشي كره تفتك وترجع لفريق جمعيه ترنجة، اختيره يحاول باش يمرر الكره لكن تفتك ما مشيتش كره نظم بالحاج، وترجع كره كونتر اتاك فخر الدين قلبي، لكن حاضر حارس المرمى في الوقت المناسب يخرج كره الى رميه تميس مهدي القلعي، ممتاز في الكره الاخيره، ما كانش فما مدافع، ونعرفوا فخري سريع، ونعرفوا اذا شد كورته ومشى وقتها عنده التسديدات القويه. بس ارجع كره برميه تميز دائما لابن خيار في الهجوم بالراس، ما ياخذهاش
حمد بالطيب تمشي كرة رمية تماس لجمعية الترونجا واحد بلاش. نذكركم لكل من التحقوا بنا الآن في المتابعة عبر الوطنية الثانية التي تؤمن نقل حصري لنهائي الكأس الممتازة التونسية لكرة القدم المصغرة، وكرة ما زالت في المحطة الخلفية بين ملاعبات جمعية ترونجا من أشرف السويح ثم مهدي بن شريفه. السويح تك تك وصل الميدان يحاول باش يمر ثم يخير يمررها على الجهه اليمين في اتجاه اشرف في اتجاه محمد العبيدي، ثم كره لابناء ابن خيار تفتك ثم ترجع لترونجا. الارتباك في المحطه الخلفيه لابن خيار، وحاليا فريق جمعيه ترونجا قاعد يلعب في كره تقصيره وهو يدور نصري مشيت الكره قويه لكن مشيت بجانب المرمى وبجانب القائم الايمن حرس إياب الجبري. حاليا هاي الإعادة مشاهدينا الكرام للهجمة الأخيرة والومضة التي كانت لفريق بن خيار. فخر الدين قلبي يمشي لكن حاضر أمام حارس المرمى، ثم ترونجا الهجمة بهجمة في هذه المباراة وفي هذه المواجهة. حرارة الأقدام والجماهير حاضرة في ملعب جرين بارك تؤمن نجم قولوا والتشجيع تؤمن شحن بطاريات الملعبية كما تروا على الصورة. باش ترجع كرة برمية تميس باش يتولى تنفيذها لاعب بن خيار بكل تأني يمشي خاصة وأنه منتصر يربح الوقت. يلعب الكرة في اتجاه فخري لكن ما تمشيش ليه، تمشي إلى ضربة مرمى. نوعا ما الفريقين ما عدا الهدف تقطع شويه في اللعب. شكري بكل سلامة. تقطع شويه في اللعب لانه كما قلت لك معناتها زوج جمعيات يعرفوا بعضهم، قارين ستيل دو جو نتاع بعضهم، دونك يطبقوا في معناتها الحامل الكره انه يكون عليه ضغط كبير برشا، ماركاج انديفيديوال، بلوك با بلوكو، هذاك علاش ماناش نشوفوا برشا كره، خاطر حكم انه نهائي لا يقبل قسم على اثنين، لازم فائز واحد، دونك كل جمعيه باش تستغل معناتها الفرص نتاعها اللي باش يكونوا موجودين عندها، والاجدر ان شاء الله يكون هو الفائز. نعم، ونعاود نذكر ونعطيه ملاحظة أنه يعني بالنسبة لجامعة التونسية لكرة القدم في الأيام السابقة كانت يعني قامت بتربص للمدربين، وتربص عنده أهمية كبيرة. علاش عنده أهمية كبيرة؟ عنده أهمية كبيرة وقت يجيك مدرب تشيك ونعرفوا تشيك في هذه اللعبة حامل كأس العالم وحامل كأس أوروبا، ومعناتها تشيك عندها ستيل من الأوائل اللي معناتها بدأوا في الميني فوت، معناتها سيلفا قدم إضافة كبيرة برشا للمدربين اللي كانوا حاضرين في التربص الأخير، بدرة طيبة من الجامعة ومشكورة معناتها على الاستضافة هذه اللي صارت للمدرب المنتخب التشيكي، أنه تخمم حتى كيف تخمم في الفورماسيون تاع لي زاربيتراج، كيف تخمم في الفورماسيون تاع لي زونترونور، وإحنا كنا الولا معناتها في تونس معناتها في الوطن العربي أنه لي زونترونور نتاعنا. نعم، وهذا باش يعود بالنفع بالطبيعة راهو على ملاعبية الرياضة التونسية الميني فوت وكذلك على المنتخب التونسي بالتحديد، خاصة وأنه تنتظروا مشاركات إفريقية وعالمية. كيف زاد مدرب منتخب المكسيك سيكون حاضر معاه ومعاه المعدل البدني نتاعو في شهر اكتوبر او اخر شهر اكتوبر ان شاء الله باش يكون حاضر، زاد باش خاطر كل معناتها كل احتكاك بالمدربين العالميين عنده دور كبير، عنده دور كبير برشا معناتها ستيل دو جو يلعبوا به لي كونسونتراسيون. وتسديده خطيره كانت من فريق جمعيه الترونجا، ياخذ كورته ثم خير يسدد لاعب جمعيه الترونجا. هاي الاعاده مشاهدينا الكرام، يضرب كوره بساقه اليمين ايه بن سالم كابيتانو الجمعيه لكن مرت بجانب القائم وتبقى المباراه واحد بلاش في هذا الشوط الاول. ننتظر المزيد من الاهداف خاصه وانه مباراه مفتوحه، فريق ضيف كان له فوز في المباراه الكاس 2 بلاش، وفريق صاحب الديار ينتظر رد الاعتبار والانتصار بمباراه السوبر. تمشي كره على الجهه اليمين بين ملعبيه بن خيار، عرفات ترجع من الدفاع، حاضر النصري في الكرة الأخيرة عزيز، ترجع كرة يحاول يدور بها ممتاز أشرف السويح، السويح ضغط من هجوم ابن خيار ثم تمشي إلى عزيز نصري، عنده ساقه اليسار كنيس، عنده ساقه اليسار تمريرات مؤطرة، عنده ساقه اليسار اللي تعرف وين تحط الكرة بلغة تكون بلغة الكرة تكنيس، وهو دينامو الفريق، هو اللي حرك في الفريق، هو معناتها اللي يبنوا عليه الهجمة نتاعهم هو عزيز نصري. مقتشي طيح الريتم، مقتشي قوي، تو يزمو قوي أنا نراها شخصيا. هو دينامو الفريق، الكرة كل تعد عليه هو معناتها أموره معناتها كرويا ما شاء الله عليه. نعم، ننتظر مزيد من الأهداف في هذه المباراة كما قلت، خاصة وأن مباراة مفتوحة 4 دقائق تقريبا على نهاية هذه المواجهة
من هذه المباراة. واحدة بلاش لصاحب الديار أمام فريق الضيف، كرة لفريق جمعية ترنجة، يفسخ ممتاز، يفسخ محمد سكندر بوسليمة، مادي بن شريفة، ثم يوزع كرة أرضية تمشي تسرع شوية في الهجمة الأخيرة بصراحة. تسرع معناتها الكرة عنده ما نجمش، بلغتنا احنا معناتها كمدربين جوار اللي عندي نقول له ضيع الكرة القدام ما تضيعهاش التالي، معناتها تضيع القدام وما نجمش نضيعها التالي. كيما ينجم زاد يستثمرها، علاش يضيع؟ استثمرها هو معناتها هو خذا. نرجعوا يعني ممكن حتى للصورة، كان يطلب فيها عزيز عمر نصري، كان ينجم يعني خاصة اللعبة هذه كما كنا نحكيو عنده ساق اليسار وعنده يحذق التسديد. هو خذا معناتها الانيشيتيف وخرج بالكرة على اليسار، حب يحط كرة لتريمي، أصحابه ما تبعوش وضاعت الكرة. تضيع الكرة وتضيع الهجمة وتضيع الفرصة باش ترجع كرة بركنية. حارس المرمى يعطي توصياته، يحاول كرة لترونجا، ممتاز الانزلاق بالسيق من مدافع الاتحاد الرياضي بن خيار. تبقى الكرة رمي التماس تلعب ما تمشيش الرأسية مهدي بن شريفة، وتمشي دائما كونتر اتاك لفريق جمعية ترونجا، ممتاز في الهجمة الأخيرة وفي الفرصة اللي كانت من اللاعب محمد اسكندر بوسليمة رمي التماس. وباش تكون هناك تغييرات كذلك لفريق بن خيار اللي ينوع في كل مرة، يحاول يجرب لاعبي المدرب وليد فنية. دائما الكرة لفريق بن خيار يسقط على أرضية الميدان ثم يقوم، يقول له قوم حكم المباراة عرفات الأحمر، توصل الهجمة تمشي، يحاول يبدلها على اليسار. وين الظهير الايسر؟ ما فماش، نجم نقولوا لخبطه نوعا ما لفريق جمعيه ترنجة. لخبطه صحيح جمعيه ترنجة، معناتها كان عزيز نصري انه كان معناتها كيف نقولوا احنا انفاس للكاش، كان ينجم يحط كره ويضرب كره، حب يخدمها، حط كره للظهير الايسر ما خرجش وضاعت الكره، ضاعت الفرصه اللي هي كانت سهل حبش يكون هدف تعادل. نعم حاليا شاهدوا في محمد هاب الجابري حارس مرمى بن خيار ملقى على أرضية الميدان، إن شاء الله سلامات، إن شاء الله لباس. يتوجه له طاقم تحكيم المباراة الياس شقرون، معتز المزابي. التوصيات الفنية لزوز جمعيات مع توقف الألعاب كل مدرب سواء بالنسبة لوليد فنية لبن خيار وكذلك مدرب رياض المدرب وجيه بغرارة مدرب جمعية ترنجة كما تروا على الصورة، حاولوا يعطيوا توصياتها شنو ولا ما مشاش شنو ما مشاش. إذا كانت الماكينة معطبة ومعطلة يزم إصلاحها، يزم تجاوز ذلك من خلال التغييرات وكذلك من خلال التوصيات اللي بتتوجه مباشرة في الملعب. صحيح معناتها كان توا فرصة للمدرب أنه باش يعيط للجوارات نتاعو باش يحكي معاهم، معناتها باش يرجع الوقفة صحيحة نتاع جواراته، يمكن توا باش يتنفسوا شوية على أثر الإصابة نتاع إيهاب جبري ويرجعوا للعب إن شاء الله بطريقة أخرى إن شاء الله. كما شاهدوا حاليا رقم خمسة لبن خيار باش ياخذ مكانه مهدي قدينا، باش ياخذ مكانه بعد لحظات كما قلنا يعني حوار المدربين وحوار كذلك الملاعبية. وكرة باش ترجع برمية تماس لفريق بني خيار، ننتظر الكرة تتلعب في اتجاه المهاجم محمد سكندر بوسليمة، ما تسلوش، ترجع كرة من جديد لفريق جمعية الترنجة، يحاول يسرع في الهجمات، يحاول يرجع في هذا الشوط لتعديل الأوتار لتعديل النتيجة. وكرة حكم يقول ما فماش مخالفة، تمشي كرة من أشرف السويح ثم كرة من جديد ما زالت في دفاع جمعية ترنجة في وسط الميدان. حاليا يمرر عجل يسار حلوة العملية لكن حاضر ليها، ممتاز عبد اللطيف في راس خرج كرة تمشي رمية تماس. اكتظاظ دفاعي معناتها من جمعية بن خيار هوني في الحالة هذه أنه يلعب ثلاثة فيكس التالي، أنه لازم يكون جمعية ترونجة تحل اللعب على جنيب وتحط كرة رتري واللي جاي من تالي يضرب الكرة، هذيك هو الحل الوحيد تو. وهي كرة والهدف التعادل، هدف التعادل ممتاز، يخطف الكرة بلغة الميني فوت، يضرب كرة كما قلت لحكيت عليه عنده ساق اليسار كنايس، لكن هذه المرة يخير سدد باليمين، ممتاز لعب جمعية ترنجة عزيز نصري يسجل هدف تعادل لفريق ترنجة. تعود المباراة إلى نقطة البداية، يستغل في الهفوة الأخيرة المرتكبة في دفاع بن خيار ويفتح الطرقات المؤدية لمرمى محمد إيهاب جبري. 1-1 بالشرطين، فسخ وعاود من جديد في تقريبا 25 دقيقة من هذا الشوط الأول، لحظاته باش ينتهي هذا الشوط. والكرة تمشي مباشرة لحارس المرمى مهدي القلعي، يلعب كرة مع زميله توصل إلى أشرف السويح، السويح يمشي في عقله ثم تمريرة مع زميله عزيز ناصري، ما زالت الكرة دائما للفريق الضيف
الذي نجح أخيرا في العودة في النتيجة. ودقيقة كوقت إضافي على نهاية هذه المواجهة في الشوط الأول وفي رحلة ال 25 دقيقة الأولى. كرة دائمة لفريق جمعية ترنجة كما جاءت من حارس المرمى، ترجع في وسط الميدان دائما كرة لأبني خيار، ثم رمية تماس بالشوط لتنفيذها عرفات الأحمر، يلعب مع محمد اسكندر بوسليم، يسقط على ذي الميدان، الحكم يقول مخالفة أو لا. رمي التماس يقول باش تلعب من مكانها بشوية التنفيذ، عمر ناصري يقول بشوية التنفيذ، كرة حاضر الحكام، النجم يقول ما فماش أخطاء بكل صراحة. بصراحة تابعنا المباراة ما فماش أخطاء، معناتها اللي نجم نحكيو عليها على الزربيتراج، برافو ليهم اللي تروا زربيت السوتيران. نعم أو لحظات وباش تنتهي هذه الفترة 1-1. نذكركم مشاهدينا الكرام كان السباق الاتحاد الرياضي بابن خيار عن طريق فخر الدين قلبي، ثم عدل النتيجة لفريق جمعية الترنجة. اللعب الحركي ممتاز عزيز نصري. 1-1 في هذه الفترة، كيف ستكون النهاية في هذه القمة وهذا العرس الكروي النهائي الكأس الممتازة التونسية لكرة القدم المصغرة؟ مشاهدينا متابعينا، ستكون لنا عودة مع بداية الفترة الثانية.